نابل، لكن قبل اليوم بما أن وليد الكسراوي معنا باش نبدأ معك وليد، باش نقلبه اليوم ونحكي معك وليد على الزيادة في الأجور. أول ما بدأ الحديث على قانون المالية، الكلام كان على أنه الناس اللي شهريتها أقل من 3 ملايين باش يزيدوهم في شهرين. أنا توا نحب تحكي معنا بالتفصيل شو باش يصير بالضبط، شكون هم المعنيين وش معناها باش تزيد في شهرين. خل نحطوا ساعة الأمور في إطارها. سماح، راو قانون المالية مجاش باش يخلق الثروة ولا باش يزيد نسب النمو بالنسبة للدولة التونسية. راو قانون المالية جاء باش يخلق توازنات مالية باش نبسطوا المواطن باش يسمعنا. نقولوا الدولة عندها مداخيلها وعندها مصاريفها باش تحقق هالتوازنات المالية هذه في خصوص بزيار انديكاتور كما مثلا نسبة التدين، كما مثلا الميزان التجاري للدولة أو عجز الميزانية أو مثلا مخزون العملة الصعبة من الدوليز. هذوما كل المؤشرات هذوما الدولة تسعى أن تخلق إكيليبر في كل هالإنديكاتور هذه. إذا تحب تعمل نمو أو تحب ترتقي بالاقتصاد متاعك فما قوانين كما قانون الاستثمار، كما قانون الإصلاح الجبائي وعدة قوانين أخرى، هذوكم تمشي تبدلهم. قانون المالية ما تجعلش باش نحقوا نسب نمو، لا تجعل باش نعملوا أنيكيليب بين المداخيل بالنسبة للدولة التونسية والمصاريف نتاعها. نعطيو فكرة للمستمع، ما فماش فرق كبير بين قانون المالية 2024 و2025 باعتبار وأنه المصاريف بالنسبة لتونس أو النفقات بالنسبة للدولة التونسية قاعدت في حدود 60 مليار دينار، المداخيل كانت تقريبا 50 مليار دينار وليت 51 مليار دينار، وهذا ما يفسر أنه العجز في الميزان التجاري التونسي تراجع، العجز في ميزانية الدولة تراجع من 10 مليار دينار ل 9 مليار دينار. طبعا مداخيل الدولة نعرفوها كل 45 مليار دينار يكون عبر الجباية، تقريبا 300 مليون دينار تقريبا في شكل هبات وهبات، والبقية 4.4 تقريبا مليار دينار تكون في مداخيل غير جبائية. به احنا اليوم موضوعنا باش ناخذ جدول الضريبة على الدخل وعلى المؤسسات. به يعني الأسباب اللي خليت فما شهري زادت وفما شهري نقصت هو التعديل على الضريبة على الدخل. بالضبط هنا فما خلط قاعد يصير، وكونوا العديد من الناس في بالهم أنه شهريهم باش تزيد في حين هي مش شهرية باش تزيد، وإنما الضريبة أو المؤسسة اللي تخلص في الراتب متاع الشخص فما نسبة كانت باش تعطيها للدولة كضريبة باش تولي تخليها للمواطن، وهنا باش يستفيد منها المواطن. هنا عملت دو كاتيجوري تقريبا. فما جزء من المواطنين أو من الموظفين باش ينتفعوا وجزء باش يتضروا. اللي باش ينتفعوا هما اللي أقل من 3000 دينار. باهي هذوما باش ينتفعوا. عفدينا نفهم. اللي شهريته أقل من 3 ملايين بالضبط في الشهر باش تزيد الشهرين. ريلاتيفمون قداش الشهرين؟ فوالا قداش من مليون ولا بالضبط أكثر. فما جدول حدد أنه المليون قداش باش يتزاد له، المليون و100 قداش باش يتزاد له، مليون و200، 300، مليون و400، مليون حتىش ل 3 ملايين. هذوما كل حسب الشهرية نتاعك، الزيادة قد ما يكون الشهرية تكون يعني أقل قد ما الزيادة أكثر. قد ما تكون أضعف قد ما تكون الشهرية أقوى قد ما الزيادة أقل، ديما نحكيه تحت 3000 دينار. هو اللي عندي هنا الأرقام مصلح لي وليد الكسراوي، معناها اللي شهريته مليون تولي مليون و52 دينار. بالضبط. واللي شهريته زوز ملايين تولي زوز ملايين و30 و32 دينار. بالضبط و32 دينار. به اللي شهريته 3 ملايين يولي ألف زوز ملايين و964 دينار. يعطيك صحة. إلا 36 دينار. إلا 36 دينار. اللي 4 ملايين تولي 3 ملايين و954. بالضبط. واللي شهريته 5 ملايين تولي 4 ملايين و890. بالضبط. هنا أنت توا حسب ما حكيت فما جزء شهريهم باش تزيد. حسبتهم بالكالكولاتريس وليد. أي فما جزء اللي هو تقريبا فوق 3 ملايين، هذوكم باش ينقصوا لهم ديما رولاتيفمون للسالير قداش. بالنسبة ل 3000 دينار 36 دينار باش تنقص له، بالنسبة لشهريته 4000 دينار باش تنقص له 46 دينار، وال 5000 دينار 110 دينارات. هنا ديما فما استفادة أو فما ضرر. هنا راهو توجه الدولة بالنسبة للسماح بالنسبة للإجراء هذايا، إما باش تمشي للإدخار أو باش تمشي للإستهلاك. فما مفهومين بالنسبة للشريحة اللي أقل من 3000 دينار
اذا كان زدتها في الشهريه نتاعها او نسبه من الضريبه باش تمشي للرواتب نتاعهم هما، قدرته على الشرائيه باش تزيد، هنا باش تشجع على الاستهلاك. تشجع على الاستهلاك هنا الدوله تخمم في نوعا ما اني ترفع في نسب النمو، ولكن على الصعيد الاخر شكون الناس اللي قاعده تدخر في الاموال نتاعها؟ هي اللي شهريها كبير. نسبه الادخار باش تتراجع، نسبه الادخار باش تتراجع، يعني نسبه الـ يعني الفلوس اللي باش تولي تدور في البنوك اقل، خاطر معاش باش ديما ريلاتيفمون راه مش نحكي بنسبه كبيره، ولكن جينيرالمون بالنسبه للاستهلاك باش يزيد وبالنسبه للاستثمار باش ينقص. هنا المعادله راه ما فماش ان الارقام اللي بهتتني شويه الحقيقه، وقت اللي نشوفوا بانه